انا ماشي غادي نحتقر العرب او شي حاجه او بنادم غيشوف فيا شوفه خايبه او غنقول تبا للناس اللي كتشوف كتاخذ الشرف ديال المراه ببكاره. راه كيف ما الراجل كيمشي انه يفسد مع امراه وكيدير وكيغلط راه حتى المراه يمكن ليها تغلط. كيف ما حنا عندنا حياه جديده حتى هي عندها حياه جديده. علاش ديما كنبقاو نشوفوا في المراه ديك الشوفه الخايبه؟ علاش ما غاديش نقول كل شيء انه كل شيء كيشوف في المراه حقا ديك البكاره ضروري خصها تكون وهذه الى اخره. لا نفيق هنا ونعاو هنايا. راه كيقول لك شحال حاشاك من زبالك تولي جامع، وشحال من حاجه كتنتعكس كتولي حاجه خايبه. المهم اللي بغيت نقول الخلاصه من هذا الشيء كامل انه فكروا شويه. راه كيف ما انت عندك اختك وعندك امك يمكن يوقع لها المشكل وقدرتها بنتك، فكر في بنات الناس. انا مع الناس اللي تزوج بدريه واخا ديجا متهكه البكار ديالها، في كاين المشكل؟